صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بهذه الحلقة من برنامج الحدث، ومباشرة من مكان تضرر مثل كثير أمكنة ببيروت، من سيسايد أرينا وتحديدا من بافيون رويال اللي كان يشهد على أفراح والفرح في بيروت. اليوم هو مشهد لدمار هائل كما معظم الأماكن المحيطة بمرفأ بيروت. بهذه الحلقة قديش بكلفنا إعادة الإعمار، قديش فينا أساساً نرجع نعمر، قديش عنا إرادة أنه نرجع نقول هذا البلد قادر أنه يرجع. في ناس تقول بدي استثمر، بدي أبقى بلبنان، أهم شيء أنه نبقى ونكمل. هيدا العنوان اليوم اللي من بعد ما الفاجعة ضربت كل البيوت وكل المحلات وكل المنتجعات، اليوم صارت الناس عم بتقول هلأ عم نتطلع شو في بعد، بعد فينا نعمر ولا رح تصير متاحف هذه الأمكنة تشهد على الدمار الهائل الذي أصاب بيروت. بسعدني رحب فيك استشار العربية رئيس المجلس الاجتماعي الاقتصادي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الحمد لله على السلامة تكون أول شيء. الحمد لله على سلامتك. هيدا المشهد يعني بس حدا يطلع هيك وبس قول مجلس اقتصادي اجتماعي، أنتو يعني أكيد في فاجعة كتير كبيرة أصابتنا كلنا، جريمة كتير كبيرة. بذات الوقت بس طلعت قلت قديش نحن بحاجة لنرجع نوقف على إجرينا. يعني أول شيء أنا دايما بس بحب أنه دايما ما ننسى الشهداء، واللي كمان ما بحب سميهم شهداء لأنه هول ضحايا، هول ضحايا شهداء، دايما بدنا نذكرهم وما ننسى أنه بعد في ناس كمان مفقودين ما بنعرف عنهم، وفي ناس جرحى وعم بيتألموا. فالشق الاجتماعي والإنساني هو بالأول هو اللي بدنا نبلش منه. طبعا هالفاجعة أو هالكارثة اللي حلت هيدي اجت كمان على أثر تراكمات، يعني ما اجت بوقت وبظرف نحن كنا عايشين حياة طبيعية، بل بالعكس اجت على أثر أزمة اقتصادية اجتماعية مجتمعية كبيرة على رأس أزمة سياسية بالبلد. فهذه بتشوف بعد لحتى نثبت بعد مرة قديش اللبنانيين صلبين وقديش اللبنانيين متمسكين ببلدهم. بس كمان من جهة تانية بكفي هالقد، يعني صار هلأ مرق هالبلد 45 سنة من سنة 75 لليوم، ما شفنا مراحل استقرار غير هيك مرحلة صغيرة، جولات من العنف، جولات من الحروب وجولات من الاستقرار، بس ما شهد شعبنا ومجتمعنا بعد مدى طعمة الاستقرار، لبل هالمشاهد اللي شفناها وعم نشوفها هيدي أو غيرها. كل هالصور اللي نحكى عنا بهالعشرة أيام من يعني بهالنهار المشؤوم هيدا، كيف تصرفوا اللبنانيين، قصة كل واحد، كل بي، كل أم، كل جد، كل 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 إنسان في لبنان كيف عاش هالتجربة هيدي، والناس اللي نجوا والناس اللي مع الأسف يعني كانوا ضحية هالإجرام هيدا، بعتقد كلها سوا بتخلينا نقول ونسأل لوين رايحين، هيدا لوين رايح لبنان بال25 سنة الجاية. يعني اليوم كل حدا عم بشوفك أكيد رايح نظره للمشهد المهول اللي وراك، انه هاي دول العالم كيف بدها ترجع من اول وجديد. اساسا هل في قرار عند الناس باشغالها، بيوتها ملزمه تزبطها، بس في عندها قدره؟ اليوم كل الناس عم بتقول كيف بدنا نرجع نزبط. اكيد اكيد في رغبه وفي حاجه لانه الدنيا بدها تستمر. ما تنسى انت انه المؤسسات خاصة مؤسسات الإنتاج هيدي مش بس صاحب عمل، هيدي صاحب عمل وعمال وموظفين وعيال وناس وتاريخ، تاريخ مؤسسات، تاريخ إنتاج. شو لبنان؟ لبنان مش بس يعني كل الوقت موت، لبنان فن وذوق وإنتاج وعالم وحياة وطريقة عيش، هيدي كلها سوا ما فيها تتوقف وما رح تتوقف، بس المهم هي الإمكانيات. بس يبقى السؤال الكبير، هل منروح إلى إعادة أعمار؟ لأنه كمان كلمة إعادة أعمار من أنا وصغير ما بسمع غير نعيد أعمار، نعيد أعمار يا أخيخ، بلا نعيد، خلينا نستمر نعمر نكفي يعني لقدام، مش نعيد أعمار كل الوقت. طيب بلا ما يكون في أساس واضح بيعرفوا فيه اللبنانيين كيف بدهم يعيشوا مع بعضهم. طيب اليوم شو هي تسوية؟ هل نحن رايحين بالسياسة إلى تسوية أو ما رايحين إلى مشروع جديد؟ هيدا اللي بدي أقوله. أنتوا اليوم كاقتصاديين ومجلس اقتصادي، انتوا اليوم شو بتقولوا؟ نحن هالمرة رح ننطر، ما رح نبلش نشتغل غير ما نعرف اذا عمرنا، ما بدنا نرجع يتدمر. انتوا شو يعني شو كمان البلان؟ اللي مواطن لبناني، كل مواطن لبناني عم بيسأل حاله، بيطلع بيشوف الكارثة، بيشوف الألم اللي هو فيه، بس من جهة تانية بيطلع بيشوف وين القوى السياسية، وين المسؤول بالبلد، شو عم بيحضر للمستقبل؟ ابدا ما في شيء. خلينا نطلع هلا حوالينا، بعدنا اللغة السياسية اللي عم نسمعها بعدها ذاتها
يعني عم تشكل حكومة هلأ كأنه حكومة استقالت بأحوال طبيعية. لا يا أخي مش بزنس as usual، هالمرة مختلفة لأنه في حادث كبير غير استثنائي بدنا نعالج بطريقة استثنائية. ما عم نشوف هذا الشيء. طيب اليوم ما عم بيبين حتى مثلا لما بتقول مثلا أنتوا كيف عم يحصل أضرار الناس؟ يعني اليوم أنتوا من يحصي هذه الأضرار؟ لحد هلأ مين طلع برقم أنه حجم الأضرار هلأ؟ أرقام تقديرية أو شيء. مين عم بيحصي؟ بالبيوت في أصحاب البيوت بيحصوا، وفي يعني الإغاثة عم تحصي، بس بعده عمل منه بروفيشنال، منه عمل بمهارة، لأنه هيدا الشيء أبدا. هلأ في شركات الضمان للي مسوقر، وهيدا بجزء من المتضررين، يعني المنازل يعني معظمها غير مؤمنة. مظبوط. هيك طبيعة، مع أنه هون لازم نقول أنه كان لازم يكون في تأمين إجباري للمنازل، وكان في مشروع. كان في مشروع بوزارة الاقتصاد. كان في مشروع بوزارة الاقتصاد، وأحد الوزراء يعني وزير منصور بطيش بعهده كان هذا المشروع. ما مشي فيه. مظبوط، مش بعهد الوزير بطيش، تقدم مشروع. انطرح هذا المشروع أنه يكون في تأمين إلزامي للبيوت، وهيدا يعني مثل تأمين السيارة. بس ليش؟ لأنه أوقات البيت إذا تضرر بيعمل ضرر على جاره. طيب هيدا بكل الدول بالعالم، يعني بدك تأمني بيتك، مش منه شيء اختياري. هلا مش وقت نتحدث بهذا الشيء، بس التأمين بغطي، يمكن ما يغطي، وهذا سؤال كبير. هون بدنا نشوف شركات التأمين شو رح يكون موقفهم. بعدنا لحد هلا ما حدا عارف. بعدنا عم نسمع منهم أنه ناطرين التحقيق، فصار في ضرورة يطلع أو التحقيق الأولي لحتى نشوف إذا هيدا عمل إرهابي أو مش إرهابي. بعده هيدا السؤال كبير. لحظة، ناطرين التحقيق لنشوف إذا منغطي أو ما منغطي؟ طبعا. يعني اللي مش عامل مثلا تغطي ضد الأعمال الإرهابية بيقول هيدا ما أنا ما بغطي. هيدا اللي عم بيقولوا، وبعتقد أنه صار لازم يصير في عملية، يصير في نقاش على هيدي الشغلة. ما بنقدر نستمر ناطرين لنشوف شركات الضمان، بس كمان شركات التأمين في عندهم يعني إعادة التأمين بالخارج. هيدا عملية كبيرة، انه هيدي من الاشياء لازم ينحكى فيها، ولازم يكون يصير في اتفاق فيها لما تخلص، مع الاسف مثل ما صار بالبنوك والمصارف، انه يحطوا الزبون بوجه الشركه ويدبروا راسه. لا يجوز. بس كمان في الناس اللي ما عندها تامين، شو بنعمل فيها؟ مين بده يغطيها؟ مين لا، في جهه مانحه صار، مجتمع الدولي، المؤتمر اللي انعمل بالدولي عم بيقول عم بفكروا كيف بدهم يعملوا مساعدات معينه، بس من هي الجهه المتلقيه؟ هل ستكون الدوله اللبنانيه؟ شو معلوماتكم؟ لمين ظاهر انه ما في ثقه، يعني المانح. عبر مين؟ المانح عم بيقول انا ما عندي ثقه، الناس عم بتقول انا ما عندي ثقه، لانه مبدا الدوله كله سواء متعسر بالوقت الحاضر، متعسر. طب خلينا نشوف، يعني نسال حالنا سؤال، بهالازمه مين قام بعمليه الترميم؟ مين اللي ساعد؟ مين نزل على الشارع؟ شو شفنا؟ الناس. الشارع، الناس. اول شيء شفنا الناس، شفنا عارف. جمعيه، شفنا اخويه، شفنا بلديه، بس ما شفنا دولة. بمعنى دولة شفنا بلديات، يعني أنا يعني إيه الوزارات مثلاً. استوقفني مشهد مثلاً حلو بالجميز امبارح، بلدية طرابلس بيعت السيترنات عم بينظفوا الشارع، بلدية صيدا عم بتساعد. طب هيدا كمان نموذج مهم أنه نحن الدولة المركزية القوية ما عاد قائمة. طب بس هوني كمان بلدية بيروت كان في علامات استفهام كتير. عملوا لا على أدائها، بس عملوا ضمن إمكانياتهم. ما تنسى أنه بلدية بيروت عندها خصوصيتها، وبين المحافظ ورئيس البلدية قصة ما بنخلص. بس دور الناس، القطاع الخاص قديش ساعد؟ طب هون قد صار تقدير اولي اذا بدنا نقول حجم الاضرار بين منازل ومؤسسات؟ ما بدنا ننظر، لانه هلا الناس محروقه وما بدنا ننظر، بس اذا في احصاء اولي عم بنحكى بشيء بين الأربعة مليار ونص والخمسة مليار دولار. طبعا هلا كيف مقسمين؟ مقسمين اول شيء المنازل المسكن، يعني اللي هن عم بنحكى ب 35 الف مسكن. في عندك السيارات حوالي 8000 سياره، عندك المتاجر المحال التجارية كمان حوالي 8000 أو 9000 متجر. هلأ في شيء انكسر إزازه، في شيء تهدم بمستويات مختلفة. في المستشفيات، وهذه شغلة أساسية لازم بكرة نبلش وبلشوا، وهذه همة القطاع الخاص. المستشفيات الخمسة الأساسية اللي تقريبا بين 125 و150 مليون دولار إعادة الترميم تبعهم، وهذه في حاجة، لأنه كمان مين اللي بوقت الكارثه؟ المستشفيات الخاصه هي اللي قبلت اول محل راح يعني على العالم. هين يوصل 500 جريح بساعتين على مستشفى، شو بيقدروا يعملوا والمستشفى مهدم؟ يعني التحيه مش بس التحيه للناس، لهمه العالم، والتحيه للجسم الطبي اللي هو اساسا
طالع ما ننسى طالع من موضوع كورونا ومتعب وأزمة اقتصادية مش عم يقدر في كتير مع هيدا الصمود اللبناني اللي بدنا نحكي عنه. هودي العالم اللي شفناهن اللي اشتغلوا بلد دولة، الدولة غيبة. طيب وهلأ في شيء مثل ما بنقول نحن بده ينشغل بأرضه، يعني في بيوت مثل ما عم نقول، يعني إذا بنقول تعويض السيارات، تأمين السيارات بعدين، إذا حتى بنقول بعض المحلات التجارية، بس في الأساس اللي هو مسكن الناس، هيدا مين؟ لحد هلأ بعدنا عم ننطر وإجا الإزاز وبده يرخص الإزاز، يعني بعدنا عم نحكي بفعلا كأنه أنه عادي أنه الناس بدها تكمل حياتها مثل ما كان الوضع قبل. خليني أقول لك، دولتنا مع الأسف كلها قيمة على الحكي. ليش؟ أنا قبل ما أجيب على هذا الموضوع بدي ألفت لك نظرك على نقطة. الحادثة هي بحد ذاتها التحقيق اللي عم ينعمل، أنتم يعني شاشة عم بتتابع وكل يوم وعم بتطلعوا أوراق ووثائق كله حكي، هيدا كتب لهيدا وهيدا جواب هيدا وهيدا ما كتب له، لا كتبت له كيف يا عمي؟ يعني حدا قال أنه على بعد من هون 200 متر في 2700 طن مواد فيها تنفجر؟ ما كان حدا ضرب لو انت عارفك انت، لو نحن هلا بحاله طبيعيه بدك تعملي مقابله هون ما حدا بيجي تقعدي هون اذا على بعد 200 متر؟ لا. طب ما خبرونا قولوا كله حكي. دوله قائمه بعمل ورقي، هذا شيء ما ممكن يستمر، لانه اللي بده يعمل هيك بده يكون مسؤول. وين مسؤوليه الدوله؟ وين الدوله العميقه؟ وين الاداره؟ هيدا اللي نحن كنا مفتقدين له، واجى هالحادث الكبير لحتى يفرجي انه وقت اللي لازم يكون نحس انه نحن دوله، الدوله عم بتقدم للناس اليوم خدمه جديه وحده، جديه امن، الامن لانه في جيش بس، غير هيك كله اعرج. الكهرباء عرجه، الخدمات عرجه، الاداره عرجه. طب خلينا نجي نفكر هلا، مثل ما بدنا نفكر كيف بدنا نصلح البيت والمؤسسه، ما بدنا نفكر كيف بدنا نصلح دولتنا؟ كيف بدنا نعيش بهالدولة بال25 سنة الجايين؟ هل هالنظام اللي نحن عايشين فيه قائم عائب ممكن يستمر؟ أكيد لا. شو هي الصيغة اللي بدنا نحكي فيها؟ مش بزنس أز يوجوال، لا، مش بننطر هلأ لنعمل مشاورات ومنكلف رئيس حكومة وبعدين بنرجعوا منختلف، بيختلفوا القوى السياسية بين بعضهم على شكل الحكومة. هو يبدو لا تعني لنا نحن كناس كمجتمع، لا تعني لنا هذه الأمور. نحن اللي بيعني لنا شغلتين، كيف بدنا نطلع هلأ بشكل سريع، بس اللي أهم من هيدا كيف بدنا نعيش بلبنان بال25 سنة أو ال50 سنة الجايين. دايما كان ينقال الاقتصاد بالبلد استقرار سياسي، طبعا جيبوا استقرار سياسي وثقة. طيب من بعد هالمشهد طار الاقتصاد؟ لشو كان في اقتصاد قبل هالمشهد؟ بس هيك مشهد مثل ما عم بتقول حضرتك، مين اليوم بيجي بيقول انا بضرب ضربه بهالبلد اذا كان في 2700؟ هيدا منه مشهد للمزايده، هيدا منه مشهد عارف فيه، هيدا مش مشهد للمزايده، هيدا واقع، هيدا مشهد في الاف من المشاهد. طيب في مشاهد مؤلمه بيسترجع حدا بعد يضرب ضربه في الاف، في مشاهد مؤلمه قد هالمشهد هيدا قبل هيدي الكارثه، لانه واقع الاقتصاد هو الثقه. كيف بدنا نرجع نبني الثقه؟ بدك صيغه، بدك صيغه. نحن نظبط ازاز ما عم نقدر، بدنا نبني ثقه اكيد يعني صراحه، انه لانه بدك تبني بلد، بدك تبني وطن. نحن بنينا انسان في لبنان وهيدي نجحنا فيها، لانه العيله شغله مهمه، بنينا انسان. التميز عنا هو بالانسان اللبناني مزبوط، بس ما بنينا وطن. طب تعالوا نقول على هالاساس هيدا ما نرجع مثل ما عملنا بكل التسويات، لا يا اخي ما بدنا دوحه جديد. لك مش الطائف اللي هو كان اساس انهاء الحرب الاهليه ما عاد يصلح مثل ما كان بالصيغه، في الصيغه الاجتماعيه المجتمعيه. شو هو النظام اللي بدنا نعيش فيه؟ الميثاق الاجتماعي اللي بدنا نعمله، ما حكي رئيس فرنسا حكي عن عقد سياسي غير كافي، بدنا عقد اجتماعي وبدنا يعني عقد مجتمعي. شو يعني؟ نتفق بين بعضنا كلبنانيين، وهون بدنا عمليه تشاركيه كبيره. لا ما بيقرروا السياسيين لوحدهم، لا. بس شو يعني عقد اجتماعي؟ يعني بدك شو بيزبط؟ ما هيدا بده اول شيء بيعمل حمايه. شو هي الحمايه الاجتماعيه للناس؟ انت كمواطنه لبنانيه شو بتقدم لك خدمه الدوله؟ الضمانه، الطبابه والاستشفاء والتعليم والصحه والسكن وكله، بدك سكن لائق وبدك تعليم يعني جيد. اتركوا العناوين السياسيه وتعملوا عقد كيف سنعيش حياه طبيعيه مثل بعضهم. بدنا نمشي بالتوازي، مش نعمل تسويه سياسيه هلا يكون في يعني نسأل حالنا، هيدا لبنان اللي عمره 100 سنة المميز واللي بدك اياه. طيب بالسيزن 2 هلا، سيزن 1 خلصت،
في سيزن 2 هلا للبلد، شو هي الصيغه اللي بدنا نمشي فيها؟ اوعى تدقوا بالصيغه، لا يا اخي ليش شو هديك ناجحه؟ اوعى تدقوا، لا في كلام كبير بدنا نحكيه، وبعتقد دور كل واحد، كل لبناني له حق يعطي رايه، بتقولي لي هذا بالسياسه، في ممثلين، في نواب، في اخي عال، بس ما هو اللي كمان مش ماشي حالهم، ما الناس قايمه، في انتفاضه صارت 17 تشرين، طيب حتى هون كمان، هودي الناس اللي بالشارع. هودي الناس بالشارع بدهم يقدموا صيغه، بدهم يقدموا نموذج، بس كمان ما قدروا يقدموا لهلا، ما فيها تضل، اي لانه ما قدروا يتوحدوا. طيب. ما فيها تضل كمان عناوين كبيره ورفضيه. طيب بس حتى طيب. هلا مثلا بهالازمه حتى المجتمع الدولي عم بيقول اعطوني جهات اخرى بدي نسق معها، بدي ابعث مصاري، بدي ابعث مساعدات، بس لا اريد ان اعبر بهذه الدوله الفاسده اللي الناس عم بتقول انفجر فسادكم هون. طيب. صحيح. لحد اليوم بعد ما في بديل اخر عم بقول لا نحن جاهزين، نحن تحت المراقبه، طيب وين بدنا نمشي بنظام ديمقراطي؟ بيجي البديل بالانتخابات. لا عم نحكي هلا بديل اقتصادي فيه؟ هلا في قنوات، لا ما في بديل هلا يعني. في بدك تشتغلي مع الموجود. يعني هلا البعض عم بيقول المساعدات عم تجي عبر اليو ان دي بي، مش كانه نحن نازحين سوريين في لبنان، يعني ذات الاليه مش كانه. هيك بالنتيجه في عندك جهات مانحه، هي بدها تقرر مين هي اللي حتكون الجهات المتلقيه، لانه هي عم تعطي، بس هذا شيء مرحلي، هذا شغله عمليه مرحليه هلا بالوقت الحاضر. سؤال كبير، الديمقراطيه في لبنان، خلينا نفكر سنه وسنتين وخمسه وعشره لقدام، الديمقراطيه جربنا شيء اسمه الديمقراطيه التوافقيه، انه اذا بنتفق او بيتفقوا القوى السياسيه مش نحن، اذا اتفقت قوى سياسيه بتمشي الامور، واذا ما اتفقت بتوقف، هيدي صيغه مش ماشيه، بدنا هلا ديمقراطية تشاركية يشاركوا فيها الناس، يشاركوا فيها كل واحد، أكيد من خلال الانتخابات، بس ما بعد الانتخابات. عشان هيك بيجي هلا المجتمع الدولي بيقول لك بدي أحكي مع مجتمع مدني. منيح، بس إنه المجتمع المدني في لبنان شو؟ بدنا نحدده مين هو المجتمع المدني؟ شو بيعمل؟ في مجتمع مدني اللي بيشتغل رؤى وسياسات، هيدا الادفوكاسي، هيدا المجتمع المدني بيقدر يشارك. طب بس مثلا اليوم حضرتك بالمنصب اللي حضرتك فيه، هل التقيت حدا من المسؤولين بعد هيدي الكارثه وانسالت شو عندكم ارقام، شو صار عندكم احصاءات، شو بدكم تعملوا؟ يا ست نانسي لا فعلا ما عاد غايب على الناس في لبنان انه المؤسسات في لبنان ما بتحترم، يعني العمل المؤسساتي غير قائم بدولتنا وبنظامنا، كل واحد دكان على حسابه، كل واحد بيشتغل على وحده. نحن بمجلس الاقتصادي يعني شو بنعمل؟ رؤى وسياسات، بنعطي افكار، بنعطي اوراق، بنعطي بنعمل صله وصل، بس بالنتيجه في سلطه، في قرار. حدا عم بياخذ منكم هيدي الرؤيه؟ طبعا لا، لا قبل لا. ولا اكيد لا، اكيد لا، بس لن يستمر هيدا الشيء لانه في يعني ما لا يجوز انه يستمر اذا المؤسسات بالدوله ما بتتعاون مع بعضها. بدك بعدين تلوم الناس ليش قايمه قيمتها؟ خلينا نرجع نفكر عن كل الصيغة اللي عم نحكي فيها بإدارة دولتنا وإدارة شؤوننا. مشان هيك اليوم بدنا نروح إلى صيغ تشبهنا أكثر. شو يعني اللامركزية مثلا؟ أكيد اللامركزية هي الأساس. ليه؟ البعض بيقول هلأ إنه هلأ رجعنا نحكي بهيدي العناوين. ليش اللامركزية هلأ؟ لأنه إجاك الجواب بهالكارثة الكبيرة، هن السلطات المحلية، برجع بلك الجمعية المحلية هي اللي فادت، البلديات هي اللي اشتغلت جمعت بعضها، مش السلطة. شو عملتنا نحن لما قبل ما نوصل على هيدا النظام؟ شو واقعنا الحالي؟ شو صراع متوحش على سلطة مركزية إلى مكاسب سياسية وغيره. طيب الدولة، شو هي الدولة في لبنان؟ من هي الدولة؟ ماشي قوى سياسية هي الدولة، برجع بكرر بيتفقوا أوقات بيختلفوا أوقات، لا الدولة مش هيك، الدولة إدارة بتدير شؤون الناس. انت بتحس انك عايشه بدوله عم تحميك وعم تحمي لك مصالحك وعم بتامن لك ودعمتك ومسنوده على دوله ولا متكلين نهائيا انه الدوله ممكن يكون عندها اي شيء؟ بدها صيغه، بدها اداره جديده، بدها فكر جديد، بدها رؤيه جديده، مشوار جديد. من تحت الدمار فينا نفوت بهيك مشروع بالموازات لحالك نقدر ليش؟ يعني بيقول البعض بعز الاستقرار وعز النمو حتى عز البحبوحه اللي انشهر فيها لبنان ما رحنا لهيدي الاصلاحات، ما كان في حاجه يمكن ماشي الحال هلا بهيك لا احنا مدمرين بدنا نطلع على عناوين هلا اكبر بموازات. ما بننسى الدمار والالم والوجع والترميم واعاده الاعمار، بس خليها تكون اخر مره عم نعيد اعمار على القليله بايدنا. يعني اذا فايتين بحرب واجا عدونا قصفنا لا حول ولا قوه، هيدي حرب
ونحن بنتكافل ونتضامن مع بعضنا، بس نحن من 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 اهمالنا او من عدم انتباهنا بيصير هيدا اللي صار. طب شو بكره بيطلع شيء ثاني ما بنعرف شو هو؟ ليش نحن قبل ما صار الانفجار بيوم كنا عارفين؟ بتفاجئ بلد المفاجآت، كل يوم قصه، كل يوم على بكره بتقومي في قصه بالبلد. انت بصير وقت نروح نعيش حياة طبيعية. اي متى بتقول للناس بلشوا رمموا؟ هل تصدق باننا اليوم نحن بامان؟ اكيد لا، اكيد لا. بس انا بقول لازم هيدا اللي صار يكون ضغط بالداخل وبالخارج لحتى نرجع نبني على اسس واضحة وسليمة متفقين عليها، متفقين عليها اللبنانيين، كل اللبنانيين، مش متفقين عليها فقط قوى سياسية بتتحالف هون وبتختلف هون وعم نعلم بالسياسة. إذا بعد لهلأ، طيب أنا بدي لك شغلي، حدا عم بيفكر الهجرة اللي جايين عليها هلأ؟ تسمعي حدا حواليك أنت لابسة شيء بتقولي عنه الباسبور اللبناني هذا؟ لا. بما انه يمكن يصير كثير مشهور بعدها متمسكه فيه العالم، متمسكه فيه عاطفيا، متمسكه فيه لانه جذورنا هون. بس اذا بده يفكر الواحد مزبوط بيقول الفرص ما انا موجوده لإلي. طيب ما في خطر كبير انه جزء كبير كبير من اللبنانيين للمره العاشره يمكن بس هلا بكثره يفكر انه يروح لمطرح اخر؟ الكورونا وقفتنا، الواقع الاقتصادي بالعالم وقفنا، بس بكره بعد ست اشهر بعد سنه بتخلص الكورونا، بترجع بتقلع الاقتصاديات برا، بنفضي البلد؟ وبيطلعوا لك بخبروا لك الشباب والشابات والطاقات الشابه والهمم الشباب، ديكور بيستعملوه هيك على القطعه. مثل ما بنحكي بالبيئه كل فتره انه والبيئه، بيخلص خطابه بحط لك هيك برش لك شوي كلام حلو معسل عن البيئه، والشباب والشابات وهودي الشباب ومستقبل لبنان، خي حش تحكي بدك بهمك امرهم؟ روح عمول صيغة مضبوطة.